الفاكولتي بريفي. معنا بيان سور مدام غادة اليعقوبي، مسؤولة عن التوجيه الجامعي بمعهد الدراسات العليا بتونس اي اه شوتي. دونك مرحبا بك مدام. مرحبا بكم. صافا؟ الحمد لله. تحس هي اصعب واحدة في الفاكولتي، عرفت كلي ايه وين ماشي يا باش تقرا بحذنا يا لا لا نتاع اجا اقرا بحذنا مرحبا بك. وين باش تتوجه؟ داكور. En fait, merci beaucoup à l'estidafa ou مرحبا بكم انتم ومرحبا بالساده المشاهدين اللي اختاروا باش يتفرجوا فينا في الماتينال وسبيسيالمون في ركن مستقبل اولادنا. صحيت. دونك حبيت نعرف مدام غاده اليعقوبي، عندكم الاي اتش تي معناها عندها برشا فروع في الجمهوريه التونسيه، كانت تعطينا اكثر فكره ممكن على الفروع هذه، سورتو كو فما برشا باش ياخذوا ان شاء الله السنه الباك، دونك يحبوا يعرفوا وين يمشيوا، اسكو قريبت لهم مش قريبت لهم في الولايه. قبل ما نجاوبك على السؤال نذكر شويه بالاي اتش او، مجمع اي اتش او. اي اتش او فوندي ان 1998، توا عندنا 20 سنه ديكزيستونس في مجال التعليم العالي الخاص. تاسس على يدين ثله من الاساتذه الجامعيين. بالطبيعه عندنا فروع في كامل براتيكمون في كامل ولايات الجمهوريه نسميو، خاطر في اكبر الولايات الموجوده في تونس. احنا موجودين في تونس افيك دو لوكو، واحد في ميتويل فيل وواحد في اللاك. بيان سور سبيسياليتي الاولى نتاع الاي اتش او هي البزنس ادمنستريشن، هي الفينانس الماركتينغ لانفورماتيك ودوا. اي بي حبينا نقربوا للطالب اكثر، دونك اسسنا جامعه اللي هي الاي اتش او سوس، اسسنا جامعه خاصه اخرى في سوسه. الاي اتش او سوس كيف كيف عندها نفس الاختصاصات اللي موجوده عندنا في تونس. تستقطب طلبه من الشريط الساحلي الكل بالطبع. مع اي اتش او سوسه اسسنا مدرسه المهندسين اللي هي اي اتش او اسبيتا، سبق وحكينا على اي اتش او اسبيتا في ركن مستقبل اولادنا. في اي اتش او سوسه والا في اي اتش او اسبيتا، كما ما ياخذ طالب في اي اتش او سوسه واي اتش او اسبيتا نفس الفورماسيون اللي ياخذوها الطلبه نتاع اي اتش او تونس بالطبع. يتكونوا على يدين جامعيين توانسه، على يدين كفاءات توانسه واجانب. كيف كيف موقفناش كان في سوسه، تقربنا اكثر من الطلبه، دونك عملنا ليسياك اللي هي ليكول سوبيريور دي زيتود ادمنستراتيف اي كوميرسيال في صفاقس. دونك حتى الطلبه في الجنوب عندهم الامكانيه باش يلتحقوا بمعهد الدراسات العليا، باش يتمكنوا من انهم ياخذوا نفس الفورماسيون اللي احنا نوفروها في تونس والا في سوسه. تمكنا زينا باش ان نوصلوا للطالب في الجنوب وفي الوسط وفي صفاقس بالذات، باش انه ياخذ نفس الفورماسيون وياخذ نفس التكوين اللي ياخذه الطالب في تونس. من اكثر المكاسب اللي سمعتهم في الركن هذايا هي الشراكه نتاع الفاكولتيكم مع كليات وجامعات اجنبيه عموميه وخاصه، كنت نجم تحكي لنا على الحكايه هذه؟ احنا في نطاق استراتيجيتنا على لوفيرتور على انترناسيونال، دونك الطالب التونسي ولا الطالب العربي اون جينيرال ديما يحب انه يكون عنده فورماسيون كيف وكيف اي طالب في الدول المتقدمه. دونك احنا باش نضمنوا الحكايه هذه عملنا اتفاقيات شراكه دي بارتناريا دو بروغرام افيك دي جونيفرسيتي في فرنسا، في كندا، في سويسرا، في المانيا. Des universités publiques et privées, qui m'a l'université de Bordeaux, qui m'a l'université de l'IAE Lyon 3. Donc les enseignants de IAE Lyon 3, les enseignants de l'université de Bordeaux, هما اللي جيونا لتونس باش يعطيو des formations les étudiants. هذايا ما يعنيش انهم juste des enseignants étrangers. فيهم زاد اساتذه توانسه، كفاءات توانسه يقريو في الجامعات هذوما، كيف كيف يختاروا باش يجيو يقريو عندنا في الاي اتش تي، باش الطالب ياخذ نفس الفورماسيون، باش الطالب ياخذ نفس التكوين كأي طالب اجنبي ولا الا كأي طالب متكون في دوله متقدمه. واضح. سي بيان. دونك انت تحكي على الفروع طبيعة الجروب اي اتش او، عندكم زاد فرع في باريس اللي هو اي اتش او باريس، كان تعطينا عليه فكره زاد باش العباد بدها تعرف، معناتها حتى معناتها التوانسه اللي يعيشوا في باريس عندهم فرصه زاد باش عندهم الفورماسيون نتاعكم. احنا كما قلت لك معناتها في نطاق انه الانفتاح على الدول المتقدمه، ما وقفناش انه كان نجيبوا اساتذه يقريوا لهنا، حبينا كيف كيف نحقوا حلم كل طالب، توا طالب تونسي كي تحكي معاه يقول لك نحب نخرج نسافر نقرا على ليترونجي.
كيفاش؟ شنو الوسائل اللازمه اللي باش نوفروهم له؟ ليش باش تعاون الطلبه التوانسه سواء الطلبه اللي ملتحقين بالجامعه والا طلبه يقراوا في جامعات اخرى انهم يلتحقوا بجامعه اللي هي ايشو باري، ايشو باري ايكول دو كوميرس اوتوريزي بار لي زوتوريتي فرونسيز بيان سور. في ايشو باري الطالب ينجم يكمل التوازيام سيكل نتاعو كما ينجم يكمل الدكتوراه نتاعو غاديكا. احنا ديما نخافوا على اولادنا انه نخليوهم يمشيوا من الباك نقولوا لهم يطلعوا لبرا، ديما نخافوا من الحكايه هذيا. دونك احنا بيدنا ننصحوا الطلبه نتاعنا ابداوا في تونس، اقراوا في تونس، خذوا فورماسيون في تونس بون سبيسيالمون في ايشو تونس، ومن بعديكا نجموا نلتحقوا ونجموا احنا بيدنا نعاونوكم باش نوصلكم تقراوا ليترونجي وتاخذوا فورماسيون متقدمه لبرا. دونك ايشو باري نقريو فيها لو ام بي اي ماستر اوف بزنس ادمنستريشن دون ديفيرونت سبيسياليتي. الطالب اللي يكون عنده ليسونس افيك او سون اكسبيريونس بروفيسيونيل ينجم يلتحق بالجامعه. بالطبع فما دي كونديسيون، فما دي بريكي باش يقبلوا بها الطالب غاديكا بالطبع. مي احنا اون طونك ايشو تونس احنا نسهلوا لهم الاجراءات اللازمه الكل باش كيف الطالب يكمل التكوين نتاعو. احنا البيوت نتاعنا مش انه يتكون ويمشي ويقعد في فرنسا ولا يقعد في اي بلاد اخرى، بالعكس احنا حاجتنا باش نكونوا الطالب نتاعنا يطلع يقرا في باريس ولا يطلع يقرا في اي جامعه اجنبيه من الجامعات اللي احنا عندنا معاهم بارتنريا، مي يرجع لتونس باش يطبق اللي قراه غاديكا. احنا البيوت نتاعنا هو تكوين كفاءات اللي ترجع ويخدم في بلاده و او ميم طون يخدم حتى معناها مع ليشو تونس مع معهد الدراسات العليا بتونس اللي هو عنده استراتيجيه انه نون سولمون تكوين مي اوسي في معناها في المشاريع نتاعنا القادمه تكوين وميتيي او ميم طون. انا مانيش باش نكونك باش تخرج تقعد ما تلقاش خدمه، احنا باش نكونوك باش من بعد تنجم تخرج وتتوفر لك الخدمه نتاعك بيان سور اترافير لي ستاج اترافير لي بارتنريا دافيك لي انتربريز. وهذا يميز الجروب اي اتش او اللي هو اكثر من 90% من الطلبه نتاعهم ديما يلقاو خدمة في تونس ولا برا من تونس، اللي حاجه باهيه برشا. بالطبع بين خلي كلمه الختام اختي نعاود نشكركم على الاستضافه نتاعكم. في كلمه الختام حبيت نهني الطلبه اللي نجحوا في السيسيون برانسيبال نتاعنا، مبروك عليهم يعيشك في مجمع ياشو الكل. وبالنسبه للطلبه اللي باش يتعداوا لدوره التدارك نتمنى لهم بون شونس كوراج بيان سور، احنا معاكم وان شاء الله بنجاح. كما نحب نتمنى بون شونس لطلبه البكالوريا. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. احضروها بالكدا مدام غاده ليعقوب يا جماعه الباك، راهي باش تخليكم تدخلوا اي اتش او تي في تونس والا في سوسه ولا حتى في صفاقس.